بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم تأملنا في الإنجيل المقدس من البشارة كما ألهمها الله وأوحى بها إلى التلميذ المحبوب الرسول الحبيب يوحنا، فصل 2 عرس قانا الجليل. تقريبا هذا النص احنا بنعرفه عن ظهر القلب، بس بدي أركز على آية منه. وفي اليوم الثالث، طبعا في اليوم الثالث نذكر القيامة، قيامة يسوع. كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك، ونفذت الحاجة إلى الخمر، فقالت ليسوع أمه ليس عندهم خمر. طبعا دعية، كانت أم يسوع هناك ودعية يسوع وتلاميذه إلى العرس، أو بالأحرى إذا بدنا نأخذها حرفيا فعلا إنه كانت أم يسوع هناك ودعية، يعني إنه سيدتنا مريم العذراء ما كانتش بحاجة إلى دعوة، مست الحاجة إلى الخمر، فقالت ليسوع أمه ليس عندهم خمر. فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أمه للخدام إلى آخر. الآية اللي بدنا نحكي عنها هي ما لي ولك يا امرأة، باليوناني تي امي كيسي ييني، هذا حسب اللفظ الحديث، حسب لفظ إرازموس تي اموي كيسي جيناي. في ناس استنتجوا انه ما لي ولك يا امرأة كما ورد في انجيل مرقس، عندما الشياطين خاطبت يسوع وعرفتهم ماذا قالت له؟ ما لنا ولك يا يسوع الناصري، او ما لك ولنا، يعني لا نريد اي علاقة بيننا وبينك، مالنا ومالك، يعني اتركنا وشأننا. فهل لما سيد المسيح له المجد قال لوالدته منها السلام، قال لها ما لي ولك، معناه اتركيني وشأني، معناها لا علاقة بينك وبيني؟ يعني مش معقول انه هذا يكون المعنى، مش معقول انه هذا يكون المعنى، لانه السياق غير. اللي بتكلم هنا هو السيد المسيح، اللي بتكلم هنا هو ابن يخاطب والدته. احنا بنعرف من انجيل لوقا انه يسوع نزل الى الناصرة مع مريم ويوسف وكان خاضعا لهما. طبعا يسوع اعلم الناس بالوصية الرابعة، اكرم اباك وامك. اذا ما معنى ما لي وما لك؟ احنا العرب مش مفروض يكون عندنا اي مشكلة في هاي الآية. خلينا نترجمها بالعربي الدارج، شو إلي وشو إلك؟ إذا نفذت عندهم الخمر، يعني هذا الأمر لا يعنيني ولا يعنيك، لا بخصني ولا بخصك، لا أنا العريس ولا أنت أم العروس، أو زي ما نقول بالعربي ليش عاملة زي أم العروس، يعني فاضية مشغولة. إذا ما لي وما لك، يعني ما شأننا أنت وأنا في هذه المسألة، المشكلة الحرجة لهم اللي هي أنه بطل عندهم خمر. على فكرة كان عرس في قانا الجليل، باليوناني عرس غاموس، بس احذروا شو الكلمة بالآرامي. بالآرامي مشتيثة، مشتيثة من فعل شتاء، يعني شرب، يعني شراب، يعني الناس كانوا يشربوا. لما نقول فلان معزوم على شراب، على عرس، احنا نقول العرس المسيحي بنسميه اكليل، العرس بنسموه شراب. ليش؟ لانه كانوا يشربوا الخمر بمناسبة العرس، وذلك مدة 7 ايام. اذا
لم تعد عندهم خمر، مشكلة كبيرة. شو بخصني أنا يسوع؟ وماذا يعنيك أنت يا والدتي؟ لم تأتي ساعتي بعد. في ناس فهموها كمان لسه، في ناس فهموها إنه مالي وما لك، يعني أنت تمثلين العهد القديم وأنا أمثل العهد الجديد. كلام برضو ما إلوش معنى، لأنه المسيح سيقوم بالمعجزة. لم تأتي ساعتي بعد، في ناس قالوا ساعة يسوع في إنجيل يوحنا معناها ساعة موته، ساعة تسليمه إلى الموت، ولكن نفس الساعة بقول أتت الساعة لتمجد ابنك، معناها هي ساعة المجد. كيف ساعة المجد؟ عن طريق المعجزات. ماذا نقرأ في آخر هذه آيات هذه المعجزة؟ هذه أولى آيات يسوع أتى بها في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. إذن لم تأتي ساعتي بعد، يعني ساعة المجد، المجد عن طريق المعجزات. بتشوفوا أنه إحنا كعرب أولا وكمسيحيين عرب، إحنا أقرب الناس إلى واقع الإنجيل المقدس اللي منفسره في حضن الكنيسة التي هي عمود الحق وركنه. لما بقولها يا امرأة، يا امرأة مش معناها عدم البتولية، يا امرأة لا تعني الاحتقار. إذا المسيح احتقر أمه معناها إحنا وين نروح؟ هذا كلام فارغ. يا امرأة يعني أيتها السيدة، بقولهاش يا أمي لأنه إحنا مش داخل البيت، إحنا في المجتمع. يا مرأة، يا ولية، يا مستورة، حتى احنا العرب بنحكي مع والداتنا يا ام فلان. ايوه، وفلان ممكن اكون انا، يا ام جورج، يا ام سمير، وانا بكون جورج وانا بكون سمير. اذا يا امراه تدل اكيد على الاحترام. ماذا قال يسوع للكنعانيه؟ عظيم ايمانك ايتها المراه. اذا نستنتج كلمه امراه، اذا بدنا ناخذها كمان من الارامي ومن اليوناني، امرأة يعني عكس رجل. ولو صح لنا نرجع للنص الآرامي الأصلي اللي لم يصل إلنا إلا عن طريق اليوناني، مالي ولخي أنتت. أنتت شو يعني؟ أنتت يعني الأنثى، يعني مالي ولك أيتها السيدة، لا تعني الاحتقار حاشا وكلا. وشكرا لإصغائكم جميعا، شكرا.